هذولي طلعوا من البحر قصري وليست طوعي غصب عنهم طلعوا. اليوم الدولار تبعك 27,000، صرنا شهرين بلا مي وبلا كهرباء، يعني العالم زفتت. هرب ده شو هرب؟ هرب من ورا الشوع والفقر والتحتير، هرب من ورا قلة الأكل، هرب ولا ما في كهرباء ولا في مي ولا في معيشة مثل الخلق والعالم، وهول النواب بالدنيا عم يعملوا فينا هيك.